ابلغ ظلم انواع اسوأها ان اشهد زورا. وكان متكئا فيه فاعتدل وقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور ليه؟ فيها ظلم الانسان. اخذ بيد الرجل يريد ان يشهد خارج المسجد بعد صلاة الظهر، قال انظروا الى قرص الشمس، فنظر فلم يستطع ان يفتح عينيه مبهر، قال على مثله فاشهد. يعني ايه؟ يعني كان الشيء اللي تشهد عليه واضح وضوح قرص الشمس اشهد، والا هي البيوت ليه بيحدث فيها تدليس في مسألة الزواج؟ ايه رأيك في ابن فلان يا شيخ او يا فلان؟ قول يا سلام ابن فلان ده امه لا تترك المقرأة، الله ده اللي مخوفني، ده سبب خوفي الاساسي، لانها بتبقى صندوق حفظ مش صندوق عمل. مش معنى كده ان احنا نهين ابدا، بالعكس بارك الله فيهن. يفضل يدلس يدلس، الله يرضى عن بلال ابو رايحة الخثعمي راح يخطب من الازد، قبيلة من قبائل العرب، فلو من لا نعرفك، هو رجل ثاني من اثرياء المدينة، وكان الرسول اخى بينه وبين بلال بن رباح. طيب ماذا تريدون؟ ان نريد من يزكيك، وانت يعني اشتراكات النوادي مش لما تشترك في نادي لازم حد يزكيك، صح ولا لا؟ فقال اخذ مين؟ اخذ بلال بن رباح، وحد يزكينا احسن من ده. يا بلال قال له رحت اخطب جماعة رفضوا يزوجون، قال تعال سهلة، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما خلصتش لسه، ما تفرحش. سبحان الله سبحان الله. فسبحان الله، انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله. يقدم نفسه، قدم نفسه الاول، وهذا اخي في الاسلام ابو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، خلق ما يعلم بغى ربنا، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا، انتم احرار. يا الله، صريح ولا مش صريح؟ يقول لك عيب، ده ما درست اتيكيت، ده لا ده احنا اللي درسنا تدليس، هو ما درست اتيكيت بس احنا ما درسنا. سبحان الله، سيدنا علي اول ما بلغ ان الحسن ابنه راح على بني همدان قال انا عايز اخطب بنتكم، انتظر لما نستشير ابوك. وقف علي على المنبر، بني همدان موجودين بزعيمهم بكبار القوم، بلغني يا بني همدان ان ولدي الحسن قد خطب ابنتكم، وان ابني الحسن رجل مزواج مطلاق، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا. ابني ده يتزوج كثير وايه وطلق، انت حملتوا القضية. قال زعيمهم وكيف لا نرضى ان تضع ابنتنا شفتيها مكان في مكان كانت توضع فيه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. لو كان رضوان كنت ادخل ايه؟ مش انت لو واخد باب على باب معين هتودي اصهارك فين؟ سبحان الله، انت فاهم وانا فاهم، نسأل الله السلامة. مش انت بتدعي الحماك ابو زوجتك يعني في كل صلاة؟ ها؟ مين يشهد زور؟ المهم ما علينا.